إرهابيين وكانوا تحولوا شهداء وأخذوا مستحقات. استردت الأموال، اندبوا بالسجين، لو فلت. لا، هذا واجب هيئة التقاعد الوطني. احنا في مؤسسة الشهداء لم يصرف من قبل مؤسسة الشهداء أي مبلغ لهؤلاء. كل هؤلاء أخذوا رواتب من هيئة التقاعد الوطني، لأن هو أول حق بعد المصادق على الملف من يصرفه؟ تقاعد. تقاعد، معاملة مباشرة تروح للتقاعد لغرض صرف الراتب التقاعدي والفروقات التقاعدية. فكل هاي الأموال مصروفة من قبل هيئة التقاعد. رئيس هيئة التقاعد الوطنية والكوادر مالته حسبة المبالغ. أي المبالغ المصروفة على معاملات مزورة. إيش قد؟ 1,036,000,000,000 تقريبا. تريليون وست، يعني مليار دولار. نعم. إحنا إحنا طبعا رؤيتنا بأنه هاي المبالغ ما تسترد لخزينة الدولة، تجي لمؤسسة الشهداء حتى شنو؟ هسه أنا بدي أقول لك إياها. حتى نصرفها لعوائل الشهداء تعويضات. مليار. أي. مليار إيش قد استد لك؟ مليار دولار ده تعرف؟ إي لا تكفي ما شاء الله يعني. يعني تكفي نقدر نعطي اللي عنده أكثر من شيء. إيش قد صار لك ما مصروف لك تريليون؟ تريليون؟ إي. أصلا نحلم بها نعم. ليش الإرهابيين انصرف لهم تريليون؟ تريليون أحسن. ويا ابن حلال لأنه إرهابيين صرفوا لهم تريليون، أنا ما أفتهم. شهداء مؤسسة الشهداء اللي تعني بالشهداء القبل وهسه ما مصروف لهم تريليون. ما مصروف. خلال 3 سنوات ينصرف مليار يا شهداء داعش؟ هم مو كلهم دواعش، قلت لك اكو معاملات مبالغ التي يجب ان تسترد. نعم. أنا المزور عندي داعش. نعم أحسنت. واللي قتل العراقي داعش. فعلا. وللقاعدة ينصرف تريليون والمؤسسة الشهداء وشهداء العراق ما ينصرف. أكو حكومات بيها هيك فضيحة. نعم. وتقدر تمشي تلبس قاط ورباط وتطب الرئيس طلع فلان إجل معالي إجل كذا. تريليون مليار داعش. نعم. وشوية أنت متأكد من هذا الرقم؟ هو بكتاب رسمي، كتاب رسمي وجهه السيد رئيس هيئة التقاعد إلى مكتب رئيس وزراء. ليش التقاعد ما اكتشف هذا التزوير؟ لأن كان التقاعد فاسدة. وبالتقاعد طلع حس الولد. تعتبر حكومة جديدة. التقاعد فاسدة كانت. فاسدة. إي طبعًا. ومدير التقاعد ليش ما حد حاسبه؟ لا، الصور تحاسبه.